ذهبنا إلى الواقع مرة أخرى في جميع مراحل الصراع نجد أن هناك نزعة إلى الانفصال. هل هناك نزعة إلى الانفصال؟ يعني معركة الفاشر الآن يريد حسمها من أجل أن يكون هناك درفور كاملة تحت قيادة الدعم السريع من الممكن أن تؤدي إلى الانفصال. نزعة الانفصال هي موجودة في السودان بالأساس كمجتمع أو لا؟ المفارقة أستاذ عامر أن الذين كانوا يعني الذين ذهبوا بعيدا إلى حد المناداة بالانفصال الآن هم يقاتلون في خندق السودان الموحد. الذين كانوا يقاتلون هذه الجماعات وهم الجماعات المجموعات بين قوسين العربية يعني جماعة حمدتي وآخرين من القبائل التي ينتمي الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع يعني هذه لم يكن لديها لم ترفع شعار أصلا يعني أبدا. والمعركة في والمعركة الفاشرة الآن لا أبدا لا يعني ليس من خلفها دعوة انفصال أبدا. ولكن أليس هذا خطير عندما يقال الجيش السوداني والفصائل العسكرية المتعاونة معه؟ هذه جملة خطيرة. لا طبعا المتعاونة معه مش صحيح يعني لأنه هذه خلاص الآن كانت فترة جلست في مقعد الحياد ولكن عندما شاهدت تطورات المعركة رأت أنه إذا لم يساهموا في الدفاع عن السودان الموحد وترابه فالأمر سيكون خطيرا فانخرطوا مع القوات المسلحة يدافعونها. لكن أين يدافعون؟ هناك بعض خارج دارفور لهم بعض القوى ولكن القوى الرئيسية عندهم الآن موجودة في دارفور تقاتل إلى جانب القوات المسلحة. هم هذه القوى الفصائل المسلحة التي كانت أصلا جاءت وانخرطت في الحياة بعد 2020 في اتفاق معروف في جوبا بموجب اتفاق جوبا. الآن حقيقة الناس تجاوزوا كل الاتفاقات وكل المطامع الإقليمية والمحلية يعني. فأنا أعتقد حتى معركة الفاشر الراهنة لا أعتقد أن وراءها دعوة انفصال لا أعتقد، لكن قد تكون هناك وراءها ضغط على طرف الجيش من أجل دفعه في اتجاه القبول بالحوار والتنازل ومن ثم جره إلى 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 هذا الخندق. أنا أعتقد ربما يكون يعني الهدف الرئيسي منها هو هذا يعني. وهذا الضغط جاء في مكالمة بلينكين الأخيرة التي كان فيها نوع من أنواع الأمر لبرهان بالذهاب إلى منبر جدة. منبر جدة محادثة بلينكين مع برهان ليس علاقة لها بالفاشر ولا الحرب بالسودان. أنا أعتقد إنه مكالمة كلينتون مع البرهان وأمره بالذهاب إلى جدة وله علاقة مباشرة بالاتفاق الروسي مع السودان في منحه نقطة تزود بين قوسين والتي عرفت في السابق بأنها أيضا قاعدة في أواخر سنوات البشير حكم البشير. اتفقوا أن يعطوا مكان يمكن أن تطور إلى قاعدة لاحقا. الآن هذا الاتفاق هو الذي جر الأمريكان إلى هذا النداء الفوري بالعودة إلى منبر جدة وليس معركة الفاجر. هي معركة الفاجر ربما تكون جاءت من بين حديث بين بلينكين والفريق البرهان من باب أن هناك معركة يعني المعركة في الفاشر ماذا يمكن أن يفعل البرهان يوقف المعركة يعني هل أمره بالانسحاب من الفاشر مثلا ليحتلها الدعم السريع؟ أنا أعتقد يعني لا محادثة بلينكين مع البرهان لها علاقة مباشرة بالوجود الروسي في السودان مؤخرا خاصة الروس بدأوا يحاصرون أمريكا وحلفائها في أفريقيا بشكل لافت بالذات في منطقة الساحل والصحراء. هذا هو السبب أنا في تقديري وليس معركة الفاشر. ولكن طريقة التعامل الأمريكية مع السودان الآن خصوصا يعني ما تسرب عن هذه المكالمة أنها لا تليق. ماذا؟ ما تسرب عن هذه المكالمة أن طريقة التعامل الأمريكية مع عبد الفتاح البرهان الجيش السوداني والسودان الآن كدولة الآن لا تليق. أكيد لذلك كان رد من نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار بنفس الطريقة كانت صريحة وواضحة ليس فيها حتى لغة دبلوماسية. كان شخص يعتبر يعني يأتي في المرتبة الثانية بعد البرهان يعتبر البرهان رئيس السودان الآن يعني يعتبر هذا نائب رئيس السودان. فكانت للبجاحة التي تحدث بها بلينكين مع البرهان كان الرد كذلك في غاية الوضوح والصراحة لأننا لن نذهب إلى جدة ولا جدادة يعني هذه لغة لا يستخدمها السياسيين ولكن حقيقة طفح الأمر بهم
من أسلوب التعامل والمعاملة للأسف الشديد. يعني لم يهمه بلينكن معركة السودان والدماء التي تسيل على الأرض السودانية، ولكن همه أن روسيا عادت إلى السودان وربما تشكل أيضا خطر على مصالح هذه القضية. رغم أن الكونغرس قبلها بعدة أيام يقول نحن يجب أن نغير طريقة التعامل مع السودان. نعم لكن شوف، الولايات المتحدة الأمريكية أخي يعني اضطربت كثير من سياساتها بسبب هناك فاعلين إقليميين تفوقوا على سياستها، تجاوزوا سياساتها حقيقة وخطوطها التي وضعته. هذه الإشكالية. فاعلين إقليميين تجاوزوا الولايات المتحدة؟ طبعا أكيد. أعطني اسم. يعني مثلا الدعم الإماراتي للدعم السريع، هذا خارج الإطار الأمريكي. كيف؟ خارج المنظومة الأمريكية، خارج. لا، مين من قال ذلك؟ هل أمريكا لا تريد أن ينتصر الدعم السريع؟ أبدا. تريد. طبعا. يعني هذا داخل المنظومة الأمريكية. طبعا. يعني شوف، الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نفهم أنه الآن تنظر بأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في السودان وغيره لا تتحقق بالمدنيين، لأن ليس هناك مدنيين يستطيعون أن يقيموا نظام سياسي. خذها مني. ترى أنه ربما الأسهل أن يتحقق، لذلك هم أمريكا بدأت بفرض عقوبات على الجيش، تمام؟ قبل الدعم السريع، قبل المعركة السياسية، قبل المعركة العسكرية، قبل 15 أبريل. لكن ثم تتحول حدث بعدها، فهم منه أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ترغب، إذا قوي البرهان فهم سيدعمون البرهان، إذا قوي الدعم السريع والسولة على السلطة فإنه سيدعمون الدعم السريع ويتحالفون معه قولا واحد. طيب، ندخل إلى فاصل قصير ثم نعود بجدة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.